بالنسبه دابا البيض راه في الدرهم ونص، بالنسبه البلاطو ديال البيض دابا بريسك 50 درهم ديال 30 بيضه. كيبان لي انا بالنسبه للمواطن المغربي سورتو في هذه العواشر هذو في الشهر المبارك هذا، زياده الاستهلاك ديال المواطن كنعرفوا، الله يحسن العوان وخلاص. المهم ديك الماده الاساسيه اللي كان الانسان كيقول ان البيض هي اللي ممكن يقضي بها الغرض، انها هي ولات ايكيفالون حتى مع المواد اللي كانت فوق الطاقه ديالو. راه غالي عليا خويا البيض ب 31 ريال، راه غالي عليا. ملي كان تبان ب 24 وب 22 وب 20 كان مزيان شويه، ودابا راه غالي. ولينا كندو دابا اربعه البيض خمسه البيض، والله العظيم ما نكذب عليك. البنان غالي، التفاح غالي، المطيشه غاليه، الفلفله غاليه، وهذا الدرويش ما لقى فين يعيش صحيح. بلدي اخويا 46 46 ريال جمله، والثمن تقريبا واحد الشهر ونص دابا، ما تزاد ما والو، ها هو هو في الثمن ديالو اللي باقي. الرومي كاينه 148 147 جمله، الثمن كيف العادي، كيف ايامات الفطار، كيف دابا رمضان، بحال بحال. السوق زاقي في بلاصتو، ولكن الانتاج اللي هذا الشيء اللي دايره الانتاج قليل، انتاج قليل ديال الرومي، داك الشيء علاش السوق باقي مرتفع. 32 ريال باش كنباس حنا باش كنبيعو. والمشرى كاينه 30 و 2 فرانك وكاينه 30 و 3 فرانك المشرى. عندنا واحد 4 سنتيم ولا 5 سنتيم في البيض اللي عندنا. غير في هذا الاسبوع، والاسبوع الجاي ربما غادي ينزل ان شاء الله، غادي ولا بدا ينزل. دابا حيت عليه القبول شويه. والزيتون هذا الاسبوع ولا بدا تيكون البيض شويه طالع شويه، وكان وغادي ينخفض ولا بدا ينخفض. واش البيض حنا دابا تتقولي 30 ريال كيشري، كتقولي 32 كيشري، كتقولي 34 كيشري، إذا أنا شنو معنيتها؟ هما اللي كيطلعوا هاد الثمن، الثمن إنسان واش وصل لواحد المستوى اللي بعيد مني، علاش غنشريه؟ نقاطعو، نقاطعو بها واحد السيمانة، وشو واش غيرجع الثمن، ولكن حنا كنشريو، أي ثمن كنقولو لهم كياخذو، إذا غيطلع، إما إلا قاطعنا واحد السيمانة. انا ما غنبيعش مول الفيرما، ما غيبيعش. دابا هادو كلهم الشيء كتشوف هنا كلشي خدامين لتساعد مول الفيرما، صالح مول الفيرما، ياك ما تصعب هنا مصورين المرايا، مول الفيرما اللي مستافد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.